بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن إعلان الظهران تناول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية. إعلان الظهران الذي يتناول كافة محاور العمل أو رؤية القمة والرؤية العربية للمشكلات التي يواجهها العالم العربي بصفة عامة. كان هناك ما لا يقل عن 25 بند تتناول كافة المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى القمة الثقافية التي أشار لها السيد الوزير.